بفتح وعملت كل الاعداد والاخوه الاعزاء والكلام ده دكتور جمال ودكتور شعبان هي يعني الاداء اذا كانت تذكر نتحدث عن تطور في اداء الجامعه فانا لا ادعي هذا من عمل رئيس الجامعه فقط فلا يمكن لاي شخص ما كان شخص مسؤول او يلعب بالمؤسسه الا بالتعاون الجميع. فالحقيقه ان ما راه من تعاون زملاء اعضاء الكليات ووكلاء الكليات ومؤسسات اعسام وزملاء اعضاء التدريس دائما نشجع على ان نستطيع ان نطور من اداء الجامعه ونلتقي بالاداء الجامعي. كل التقدير والشكر ايضا للاخ العزيز الدكتور شرف الدين ايضا وزاره المساحه السياسيه وزي ما قلتكم عن كليه الاداب بما فيها من اساس فاضل كما يجب ان تكون هي البدايه هي نقطه الانطلاق هذه محمد وهذا البرنامج من قطع مؤسسه الجامعه الهدف منه ببساطه شديده جدا هو توعيه طلاب الجامعه في الاعداد السنه. الهدف فقط واكون واضحا جدا هو التوعيه. ما هي الاعداد الدستوريه المتوقعه والمطروحه؟ حتى يكون لنا راي واضح وحتى لا يؤثر فينا ولا نستمع الى اشاعات شائعات والكلام المغرض الذي يراجع لنا الى الانتصار. اريد فقط منكم ان تعلموا ما هي الاحداث الاسطوريه المطروحه حتى يكون لك راي واضح. نحن زي ما بنقول شعبنا ليس لنا تردد محدد في هذا الموضوع. انما من واجبنا الجامعه كمنظمه للعلم هي قاطره للتنوير والتنميه في المجتمع لدينا اكثر من 55000 طالب في تابع الشباك وزي ما بدانا نقول هم الشباب